في أزمة وصراع داخل الجهاز الفني في المنتخب منذ أن صرح الكابتن شوقي غريب بأن هو تعب من دور الرجل الثاني، وأن هذه الأزمة تفجرت بعد مباراة قبل مباراة زامبيا وظهرت نتائجها، وأن الأجواء مش لطيفة. والبعض فسر ده في بطولة الأمم الإفريقية، بيقولوا شوفوا حتى اللي كان واقف على الخط بيكلم الفريق طول الوقت، وهذه لأول مرة مع المنتخب من سنوات، هو كابتن حسن شحاتة. شوقي غريب أوت. كاس العالم القارات قصدك؟ كاس العالم القارات. عمرو اللي قال لك كده؟ لا مش عمرو يا فندم. الصحافه لا هو احنا كلنا عندنا انتقادات يعني، واحنا بنحتفي عندنا رؤيه نقديه، واحنا بنكلم راس. ما هو الصح حاجه اللي بنسمعه نطرحه عليك، احنا بنطرح وحضرتك اعتقد ده محترم جدا الكلام ده، زي ما بقول انا واحد عايز يعرف معلومه ضد منتخب مصر وحاجة تسيء ليه يسأل بالزبط. وإحنا نقول وإحنا بنسأل ونحن نعلم أنك تقول الحقيقة كمان. الأكيد الأكيد أن العلاقة بين حسن شحاتة وشوقي غريب وأحمد سليمان وحمادة صدقي والجزء الفني ده علاقة متميزة، علاقة متميزة. وبعدين لو كان هناك في مشكلة أنا أكتر واحد أعرفه، لأن من قرب من كل واحد فيهم، من قرب المعسكرات، من قرب يعني أنا أقرب واحد لهذا الجهاز. أكيد حد منهم هيشتكي لك. أكيد أكيد. إنما اللي أنا أؤكد عليه أن حسن شحاتة أقرب واحد له هو شوقي غريب. أقول لك حاجة، شوقي غريب بينزل الفطار مع حسن شحاتة، بيتغدى مع حسن شحاتة، بيتعشى مع حسن شحاتة، بيجهز ورقه في شغله مع حسن شحاتة، بيقول خطة وحسن، وهو بيكمل شوقي على حاجات كتيرة بالنسبة للفرقة المنافسة. أنا شفت كلام ده على الطبيعة. إنما وارد أن هناك أصدق الناس اللي هم غاويين برضو زي ما حصل قبل كده في حاجات كتيرة. الناس يعني أنا مش عايز أقول التعبير إن هو في ناس لها مصالح أن تعمل فتنة وتعمل الفرقة اللي حضرتك بتكلم عليها. موجودة ناس كتيرة موجودة في الساحة، يعني ليس لها أي أصل ولا واقع. لا 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 خالص خالص. أمال هو إيه اللي بيحصل؟ هو طب الوضع الطبيعي إيه؟ الوضع الطبيعي هيجي في يوم من الأيام إن 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 شوقي غريب هيبقى مسؤول عن فرقة على مستوى الأول، مش شرط منتخب مصر. صحيح. طب شوقي غريب قبل ما يمسك منتخب مصر كان ماسك اتحاد اسكندريه شويه ومسك فرق في المنتخب الشباب قبل كده، وانجز انجز كان انجازات، وحسن شحاته عنده انجازاته. طيب